حديثي عن التعدد من داخل المنظومة هو جاء في سياق أن المذاهب الأخلاقية الفلسفية أو كل المذاهب الإنسانية كانت في غالبها تركز عن نوع أو نموذج من الأخلاق. فكانوا وجدوا دراسة الفضيلة مثلا عند أفلاطون، كانوا وجدوا دراسة النفعية، كانوا وجدوا مثلا دراسة المسؤولية، دراسة كذا. فمعظم الأخلاق تعطي عنوانا لمذهبها ولأخلاقها. لم يتكلمت هنا على التعدد، تكلمت على التعدد الأخلاقي، بمعنى أن الإمام لم يعطي ولم ينحو هذا المنحة، ولم يعطي عنوانا واحدا للأخلاق، بل جعل يعني المنظومة الأخلاقية هي منظومة تتسم بتعدد الأخلاق. وقلت على أنه يضع الأخلاق المناسبة للمجال المناسب. من هذا الباب هذا كاين هذا التعدد، ما كاينش فقط مثلا غنقولوا على ان مثلا ان الخلق على ان مثلا اخلاق الامام هي اخلاق المحبه، وخصنا نقراو جميع الاخلاق كلها بهذا الخلق. فعلا من كيمشيو لافلاطون كانوا يجدوا بان جميع الاخلاق تقرا بخلق الفضيله. علاش؟ لانه كيقول لك على ان مثلا هاد اصحاب الشهوه العاقله، اصحاب القوه العاقله، اصحاب القوه العاقله خصهم الفضيله في المجال ديالهم، يعني كيبحثوا على الفضيله في هذا المجال. اصحاب القوه الغضبيه كيبحثوا على الفضيله في مجال الغضب، ولذلك هادو غيكونوا فلاسفه وغيكونوا حكماء وغيكونوا حكام، وهادو ما يمكن يكونوا الا جنود، ما يمكن لهم يكونوا الا كذا والا كذا. هادو عاوتاني يعني الفئه الثالثه اصحاب القوه الشهوانيه، ما يمكن لهم يكونوا الا تجار الى غير ذلك. فبالتالي البحث هنايا كيكون هذا البحث عن يعني على الفضيله في مجال معين، و يعني بغينا نقولوا كاين واحد الطابع ديال الطبقيه حتى في الاخلاق. هناك نوع من الطبقيه في الاخلاق، هو تكريس للطبقيه حتى يعني في الجانب الاخلاقي. قلت على ان الامام ما امنش بهذه المساله هذه، بل انا يعني قلت واحد الكلام في الاخر، قلت على ان الاخلاق كذلك قد تتزمن حتى بالظرفيه وبالوقت، لان اخلاق مثلا الاستضعاف راه ماشي اخلاق التمكين، والاخلاق اثناء يعني قبل التغيير ماشي اثناء التغيير وماشي هي بعد التغيير. فهناك هذا المجال ديال 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 التعدد وديال الاجتهاد، وهو لا يعني ان يعني ان هذا التعدد فيه الاختلاف، وانما فيه التنوع الرامي الى ايجاد الخلق المناسب في المكان المناسب. ومن اصعب الامور في البحث عن الانساق، خاصه ملي كنكونوا كنتكلموا على شي موضوع اللي هو اصلا غير 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 مستقل عن شي مفكر، هو نحت المفاهيم من اصعب ما يكون. ولذلك وقتاش كيبقى تبين لك اللي كيكتب مشكل في نحت المفاهيم، وفي الوقت كيبقاو يتفاعلوا معاه، فتجده انه اما انه يغادر مفاهيمه السابقه للبحث عن مزيد من التفاهم، ولعل هذا ما حصل يعني مع هذا الامر هذا. فيما يخص السؤال الثاني، بتركيز ستيف فؤاد الله يجزيك، فيما يخص السؤال الثاني يعني ما مدى تفاعل او تجاوز الامام يعني المرشد حفظه الله ورحمه الله في يعني يعني المذهب السستائي او يعني المذهب الافلاطوني؟ اولا الاستاذ عبد السلام ياسين لم ينحو يعني منحا النفعيه اساسا، بل تركها وابتعد عنها حتى في السياسه، انه كيعتبر على ان حتى الفعل السياسي هو فعل مسؤول، والفعل المسؤول بطبيعه الحال يترفع عن يعني عن كونه يدور في دائره يعني المنفعه. فيما يخص المدرسه الافلاطونيه، هناك تقارب في الشكل وليس في المضمون. هناك تقارب في الشكل، خاصه على ان الافلاطونيه تعتمد التربيه كاساس
للارتقاء بالفرد في الفضيلة بطبيعة الحال، يعني كما قلت كل حسب مرتبته، ولكن هذه التربية هذه هي تربية معرفية محضة، هي تربية معرفية محضة، باعتبار أن هذا، وأعود إلى فكرة التذكر، على أن أفلاطون كذلك يقول على أن التربية هي عبارة عن تذكر، وهذا التذكر يعيد الإنسان كذلك إلى فطرته. ولكن السعادة التي يبحث عنها أفلاطون هي سعادة تقف في الأرض، أما السعادة التي يتحدث عنها الإمام رحمه الله فهي سعادة الأرض وسعادة الآخرة. نسأل الله تعالى أن نكون من السعداء.